صباح الخير، صباح الامل والتفاؤل على كل من يتابعنا ويشاهدنا من شاشه الوطن، شاشه العراقيه الرياضيه. يوم جديد ودائما يتجدد بلقائكم في برنامج صباحكم الرياضي. اليوم انا ويوسف. صباح الخير عليك يوسف. صباح الخير احمد، شلونك؟ انت شلونك؟ شو اخبارك؟ زين ان شاء الله. صار هواي ما طالعين اثنين ولي. اي والله اخر مره طلعنا اليوم صار قبل فتره طويله. صدق قبل تقريبا سنتين هي اشتغل اكثر. لا شنو سنتين؟ لا هو بنفس اليوم اللي انا وياك كنا نبيع الرصيف تتذكر؟ اي هو هذا اليوم. اخر يوم. صباح الخير والعافيه والسعاده على كل من يتابع شاشه العراقيه الرياضيه وبرنامج صباحكم الرياضي. فقراتنا كثير ومنوعه اليوم، احنا نحب نذكر بها دائما، لكن الحديث الابرز والشغل الشاغل اللي يدور على كل مسامع الشعب العراقي اللي هي دوري نجوم العراق كيف اختتم، وايضا دوري المحترفين الممتاز. طبعا دوري الممتاز اللي يتاهل يعني للدوري نجوم العراق القرمه وديالة، هذا الناديين اضافه جديده لدورينا، الضيوف الجدد ديالة وجمهور ديالة الغفير، وكذلك راح نتابع أيضا جمهور القرمة ومنطقة الغربية اللي من سنوات طويلة يعني ما عندهم نادي تواجد في الدوري الأضواء، بالتالي نادي القرمة اللي راح يمثل هذه المنطقة وجماهير هذه المنطقة بشكل عام، وأيضا ختام دوري نجوم العراق هذه التجربة الجديدة في دورينا اللي يعتبرها التجربة ناجحة بكل مقاييسها. شاهدنا دوري منتظم، قليل تأجيلات، ضغط مباريات، فورمة مباريات، توج بآخر جولتين يعني فريق الشرطة كبطلا لدوري نجوم العراق للمرة الثالثة على التوالي، والوصيف هو فريق القوى الجوية. طبعا يوسف يوم السبت راح تلعب مباراة هي تحديد المركز الأول والثاني لدوري الممتاز اللي راح تكون ما بين ديالة وفريق القرمة. يعني هذه المباراة ممكن تكون صعبة على الفريقين، لكن اللاعبين أكيد والمدربين عدوا العدة لهذه المباراة من خلال التدريبات المستمرة والمكثفة، لأن كلا الناديين يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية بهذه المباريات، لكن أو هذه المباراة، لكن الشغل الشاغل والأكثر اللي هو يدور على كل الموجودين، مو بس يعني الناس برا، حتى إحنا كيف راح تدار المباراة وكيف راح تكون ضغط جماهيري راح يكون عالي، ايضا الحالات التحكيميه راح تكون متواجده، ممكن جزيئات من المباراه تسوي فاصل وتعمل فرق بسيط جدا في هذه المباراه، ممكن هذا الفرق او هذه الجزيئات تعمل نتيجه ايجابيه وتخلي احد الفرق يتاهل ويصعد ويربح في هذه المباراه. لكن تبقى هذه مباراه كره قدم، سواء كنت فائز او خاسر تبقى الروح الرياضية والروح المعنوية حاضرة، وكلنا احنا محبين واخوة. نعم. في رياضة كرة القدم، مو بس رياضة كرة القدم، كل الرياضات. مختلف الرياضات، انت بتعرف انه هي الرياضة حب وطاعة واحترام، بالتالي الرياضة هي اللي توحدتنا واللي تجمعنا. صحيح. واللي هي اصبحت ايقونة الشعوب، الشعوب تقاس مدى تطورها بمدى تقدمها الرياضي، وهذا ما شاهدناه في الآونة الأخيرة. كل الدول اللي تريد تبرز اول ما تبرز رياضيا، بالتالي بدا مقياس تطور الشعوب من خلال تطورها الرياضي. مثل ما قلت هي مباراه تحديد المركز الاول والثاني، ناديي ديالا والقرمه اثنينهم تاهلوا لدوري نجوم العراق في الموسم القادم، الضيوف الجدد اللي راح يضيفون شيء لدوري نجوم العراق. دوري نجوم العراق مثل ما وعدنا الاتحاد العراقي راح يكون بحلته الجديدة، وأيضا راح يكون مطابق حتى بالتوقيتات للليغا الإسبانية، لأن مثل ما تعرفون إحنا نعمل يعني برعاية الليغا، بالتالي يعني إحنا راح نعمل بتوقيتات الدوري الإسباني. الموسم القادم راح يكون أكثر نضوج، أكثر احتراف، وإن شاء الله يا رب كل أنديتنا تستوعب هذا الشيء. طبعا يوسف هذا ما يمكن الناس اليوم تتحدث عنه بشكل أكبر هو ختام دوري نجوم العراق والإيجابيات اللي حصدناها من دوري نجوم العراق. نعم أحمد، لكن أكو فد حدث آخر هو افتتاح أكاديميات كروية لمختلف الأعمار في الديوانية، خلينا نذهب هذا التقرير اللي عدنا زميلنا أحمد وبعد راجعين وياكم. أكاديميات كروية متخصصة تم افتتاحها في مدينة الديوانية خلال فترة العطلة الصيفية لاستقطاب فئات عمرية مختلفة لتعليمهم أساسيات كرة القدم وتطوير مواهبهم بأسلوب علمي ووفقا لخطط تدريبية مدروسة. هذه الأكاديميات يعني انه شلون انه بناء صحيح لهذه الأعمار،
تعرف انه احنا اكثر شرحنا صح انه امكانيات موجوده الفنيه بهذه الاعمار، لكن بنفس الوقت احنا ناكد على تغذيتهم، منامهم، سهرهم، موبايلاتهم نقلل، هذا الاهم طبعا. هو بالتالي انه منفعه انه منفعه الاهل يعني منفعه للمحافظه وللبلد. الانديه الرياضيه المختلفه تسعى جاهده لدعم دور الاكاديميات الكرويه من أجل تأهيل الفئات العمرية وخاصة البراعم والأشبال، وقيام المدربين الاختصاص بالعمل على صقل قدراتهم ومواهبهم الكروية. من جانبهم أشاد ذوي المشاركين في هذه الأكاديميات بما تقوم به من استغلال أوقات فراغ الشباب وبمختلف أعمارهم وتعليمهم الأساليب الحديثة لكرة القدم. تدعم الهيئة الإدارية لنادي الديوانية هذه الأكاديميات خلال هذه العطلة الصيفية، وهي تعتبر أساس بناء الفرق اللي موجودة داخل المحافظة والمنتخبات الوطنية من أجل زج أولادنا وتنمية قدراتهم من جانب الرياضة. طبعا نحن نتمنى من الحكومة العراقية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الديوانة بتوفير ودعم للأكاديميات لغرض استيعاب أكثر عدد ممكن. فوائد ومزايا كثيرة تحققت بفضل الانخراط في هذه الأكاديميات، منها فوائد صحية وبدنية وأخرى مثل كسب الأصدقاء، ناهيك عن تطوير وصقل المهارات الكروية تمهيدا لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب الكروية. استفاد من المدرسة الكروية أنه نترك العادات السلبية اللي هي السهر ليلاً، الإدمان على الموبايل، ونستفاد من اللواعب اللي كانوا أقدم من عندنا بالمنتخب، نستفاد من عندهم في تنمية مهاراتنا في كرة القدم، نستفاد من عندهم في تنمية مهاراتنا الجسدية، نستفاد من عندهم في تقوية القوة البدنية، وإن شاء الله هذا نتعلم من عندهم ونصير لواعب بالمنتخب إن شاء الله. اجينا المدرسة الكروية خلال فترة صيفية لنحسن أدائنا في كرة القدم ونستمتع ونحقق طموحنا ونتعرف على أصدقاء جديدين، وجدا ممتعة وجميلة هاي الأكاديمية، وجاي نتعلم، جاي يعلمونا شوت ومراوغة. استفادينا منها بالمراوغات والشوت وتحسين المهارات وتقليل الوزن ونتعرف على أصدقاء جدد. أني إجيت لهنا أتصير لاعب المستقبل وأتعلم شلون ألعب والتمارين الرياضية. إجيت لهنا حمود ألعب طابة أصير لاعب المستقبل. لبرنامج صباحكم رياضي، أحمد المسلماوي، الديوانية. رجعنا لكم أحبتي المشاهدين، شكرا لأحمد المسلماوي اللي راح بهذه الجولة وتحدثنا عن افتتاح هذه الأكاديميات. مثل ما نعرف احنا لسنوات طويلة الأكاديميات بغياب الفئات العمرية لدى الأندية كانت هي الرافد الحقيقي لكرة القدم ولكثير من الألعاب في مختلف الرياضات اللي موجودة. فالأكاديميات هي الأساس، هي العماد، ولعلي يمكن أبرز هذه الأكاديميات هي أكاديمية عمو بابا. هذه الأكاديمية اللي لطالما رفدت منتخباتنا الوطنية باللاعبين. عندنا طبعا خبر وتعليق على مدرسة عمو بابا وأكاديمية عمو بابا. يعني تتميز مدرسة عمو بابا الكروية بتخرج عدد كبير من اللاعبين الموهوبين الذين كانوا خير رافد للأندية المشاركة في دوري نجوم العراق، واليوم وبعد هذه السنوات لا زال الإقبال على هذا الصرح الرياضي خصوصا مع العطلة الصيفية. نعم يوسف، حتى نتحدث عن الأكاديميات بشكل أكبر وأيضا نتحدث عن أكاديمية عمو بابا. هذه الأكاديمية اللي هي يمكن من أولى الأكاديميات اللي لطالما هي كانت المورد الأساس صحيح. لكل الألعاب يعني عفوا الأندية والمنتخبات، وكثير من اللاعبين اليوم اللي نشاهدهم مع منتخباتنا الوطنية هم أساسهم من مدرسة عمو بابا. شرفنا الآن في استوديو صباحكم رياضي الكابتن سعد صدام، احد مدربي مدرسه عمو بابا الكرويه. صباح الخير عليك كابتن. صباح النور، شكرا لهذه المقابله الجميله. يا ميت هلا بك. شلونك كابتن؟ شلون صحه؟ والله بخير الحمد لله. احنا هذه المدرسه اللي تحمل اسم رمز من رموز الكره العراقيه عمو بابا، لطالما رفدت منتخباتنا الوطنيه ولطالما كانت هي الرافد الاساسي لكره القدم في العراق لسنوات طويله، يمكن غاب بيها الفئات العمريه عن الانديه. خلي نعرف شنو احوال المدرسه مؤخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه المدرسه الان
في وضع مستريح ومستقر، وذلك لمتابعة اللجنة الوطنية الأولمبية العراقية ب يعني رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، دكتور عقيل مفتن، عقيل مفتن والأخ الأمين المالي سرمت عبد الإله وكل أعضاء اللجنة الأولمبية، يعني قد يكون أنسى أسماهم، تحياتنا لهم كلهم، تحياتنا لهم، يتابعون المدرسة بصورة دقيقة. بالنسبة للتجهيزات متابعة مستمرة من كل أعضاء اللجنة. جميل. نشاطاتكم آخر النشاطات اللي إذا ما ردنا نتحدث عنها. إحنا نشاطاتنا طبعا ضعيفة جدا، بس هسه بدأت تنمو. أكو اهتمام، أكو اهتمام، وخصوصا من رئيس اللجنة الأولمبية والأمين المالي، ويوجد تجهيز للمدرسة. نعم. قبل ما كان نأخذ تجهيز، هسه لا، أكو تجهيز شتوي صيفي، يعني حلو. قبل فترة استلموا كل طفل كرة واحدة كاملة، يعني وزائد التجهيز الملابس تراك سوت شتوي. حلو. بما معنى أكو دعم مالي صار على مدرسة عم وبابا، دعم مالي بعد ما عانيت بالفترة الأخيرة، بالفترة الأخيرة دعم مالي كبير، وإحنا فقط نعاني من الملاعب، يعني طفل ما يقدر يتمرن الصبح بالساعة 8، تعرف انت الجو حار جدا. صحيح. وهذا يعطش، يعني لازم كل 4 دقائق 5 دقائق تقول له روح اشرب مي. صحيح. وتبقى مساله البنيه التحتيه ايضا مو على مستوى جاهز، يعني عمليه تدريب اللاعبين بالمدرسه على مستوى عالي. ايضا احنا نتحدث على شقين، الشق الاول نجي على البنيه التحتيه، الشق الثاني هو الكادر التدريبي، وايضا مدربين كرة القدم ومدربين لهذه المدرسة. نعم. هم عندهم شهادات عالية، لو يعتمدون على الخبرة. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية، مسألة عملية التدريب، انت تحدثت قبل قليل قلت الدنيا حارة وعملية التنقلات صعبة وهذه الأشياء، انتم شلون تساوون ما بين هذه الأمرين؟ والله احنا بدنا نشتغل بالممكن صراحة. بس مثل ما قلت لك، يعني اللجنة الأولمبية بدت ترعى المدرسة، ترعاها رعاية كاملة، يعني ما بها أي نقص. أما المدربين يحملون أكثرهم شهادات عليا، خصوصاً الآسيوية السي، يعني مدى يعتمد على الخبرة، يجي على صاحب شهادة مباشرةً دا يستلم المدرسة. أكيد، لأنهم ما يقدر يعمل ويا الفئات العمرية، العمل ويا الفئات العمرية صعب جداً ومن أخطر الأعمال الموجودة. بالضبط، واللي ما مشتغل بالفئات العمرية ما ينجح، مستحيل. هواي اكو مدربين لاعبين دوليين ما نجحوا بالفئات العمريه. نعم. مدربين لاعبين معروفين دوليين. صحيح. ما نجحوا، فلذلك تشوف اللي يعمل ويا الفئات العمريه من البدايه. احنا عملنا ويا المرحوم عمو بابا من البدايه، وقبل لا نعمل قال انا راح اسوي لكم اختبار. لا حد يزعل، كلكم هسه سواسيه، لاعب دولي حامل شهاده اسوي اختبار، اراقب زين اخليه، مو زين نعم اعتذر منه، ماكو واسطه. يعني لا ما كابتن، يعني هو العمل مع الفئات العمريه هو عمل تربوي قبل ان يكون عمل رياضي. اكيد عمل تربوي. احنا يعني انطيك معلومه، بالنسبه لنا عندنا مواليد 2012، هم المدرسه بصوره عامه، يعني مو 2012 اهم شيء تربيته، لان هي مثل ما يقول التربية أهم شيء، دراسته أهم شيء، كرة القدم تبقى هواية إليه، فإحنا نحثهم على الدراسة، والبيئة هنا تلعب دور. صح. قسم بيئة نائية، قسم مكان يعني يسكن جيد، هاي هم عقليته تنمى، عقليته وتنمي الجانب البدني ماله، فإحنا من المدربين جميعهم تربويين، يعني الطفل هسه حاليا اتمنى واحد منكم يزور المدرسه ويجي على اي طفل يقول له بابا افتح لي الجنطه مالتك. لحد الان الكمامه والتعقيم والمنشفه مالته لحد الان موجوده عنده انضباط وياه، ومتابعه على الدراسه، مو زين اوقفه من التدريب، اجراء يعني. ناخذ بحقك. هسه تشوف شهاداتهم موجوده عندنا، موجوده الحمد لله. اي مثل ما قلت انت، هو عمل تربوي، يعني احنا نتمنى انه مثلا اكاديميه عمو بابا مثل الاكاديميات الموجوده في مختلف دول العالم، يعني انا بزياره زرت في يوم اكاديميه سباير اللي موجوده في قطر وشاهدت، يعني اكو فرق شاسع ما بين تلك الاكاديميات واكاديميه عمو بابا، على اعتبار انه
اكو اهتمام دوله بهذه الاكاديميات، يعني الطفل يدخل مدرسته موجوده بداخل الاكاديميه، خلص دراسه يروح للتمرين، وجبات غذاء موجوده، كثير من التفاصيل يعني اللي تخص حياته اليوميه، يعني يدخل الساعه 8 الصبح مثلا يطلع الساعه 6 العصر هو مخلص حتى واجباته المدرسيه بداخل الاكاديميه. اني العفو اني زرت سباير، نعم. رحت القطر فشفت الاكاديميه من الداخل ومن الخارج، بها ملاعب خارجيه وبها ملاعب داخليه. نعم. المدرسه الاكاديميه اكاديميه سباير اكاديميه تعتبر دوليه بالفعل، عندهم فندق يدرسون داخل شو اسمه الاكاديميه. نعم. احنا للاسف نعاني من هذا الشيء، ما جاي يعتمدون على، بينما هي مدرسه تعتبر حكوميه، احنا مدرستنا مو من هاي المدارس اللي تاخذ فلوس. ها هو يعني انا دا اقول انه وزاره الشباب واضافه للجنه الاولمبيه هي الداعم، يعني انتم ما معتمدين على دعم الاشتراكات الشهريه مثلا. لا احنا ما ناخذ اشتراكات، احنا هسه على اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه دا نعتمد عليها. قبل فتره زارنا وفد منها وشاف المدرسه وشاف وضعها ومنين تعاني، احنا نعاني قلت لك مثل ما قلت لك انا من الملاعب نعاني، قله الملاعب يعني عندكم اعداد كبيره. بالضبط، وعطله الصيفيه يراد اكثر تدريب، اكثر جرع تدريبيه تنطي. هسه احنا ناخذ بس السبت والجمعه والسبت والصبح، طبعا هذا يصير عنده ارهاق. طفل كل ساعه يريد مي، يعني يجي يقول لك اريد مي، شو تقول لك؟ قول له لا، هي اصلا حتى درجات الحراره يعني جدا عاليه يعني بالنهار، الشهر السابع والسادس والسابع والثامن وحتى التاسع يعني. اي والله مشكله، هم درجات الحراره عاليه هاي بالاشهر عاليه خاصة جدا يعني. ويعانون منها الاطفال، قسم عندنا يغمى عليه ضغط، هو طفل يريد يعني ما يحسب هذه الحسابات، يريد يلعب، يريد يذب مجهوده، يريد يبرز، فبالتالي يكون عنده ضغط، ممكن يكون عنده حاله اغماء. زين، ما احنا نتحدث عن هؤلاء الاطفال اللي يريد يدخل مدرسه عمو بابا، يعني الاب اللي يريد يجيب ابنائه اللي يحس انه ابنه عنده موهبه، شلون يقدر يقدم التوقيتات الاعمار اللي تنقبل الان؟ شوف احنا عندنا اداره مثاليه، الطفل اللي يجي من كيفه وتباوع وضعه مزري، ملابسه، هندامه، شكله، وين ابوك بابا؟ قال ابوي ما جاي، انا جيت. هذا ما جاي يعني حبا وش اسمه، هذا جاي يجي يشوف له كره ياخذها ويطلع، صارت عندنا هواي. اما الطفل جاي ويا ابوه يا بحضر لنا المستمسكات مالته الاربعه حتى ندرجه، هذا يسوي له بعد ما نسوي له اختبارات قبليه وبعديه. نعم. حتى نقدر نشوفه، المو زين مثلا نقول له روح على السباحه، تشوف بيطول تقول له روح على السله اذا كان مو زين. واكو والله موهوبين، عندنا موهوبين، احنا يعني سوينا اختبارات يمكن اخذنا 30 لاعب، بينما عددنا كبير، ملعبنا صغير، ما نقدر تشتغل، ما تقدر يعني حتى المدرب يتضايق من الوحده التدريبيه مالته، هاي الجرعه التدريبيه مالته. الطفل فئه عن فئه تختلف، صح، قسم ياخذ اساسيات كره القدم، قسم يعني مثلا اللي عمره 12 انتم بتعملون على احساس الكره اكثر من التكتيك، يعني تعملون على التكنيك اكثر شيء، حتى اللياقه يكتسبها من خلال الكره، صح. يعني نعطي جزء قليل 30% من اللياقه والباقي كله يكتسب من الكره وتعامله الكره، صح. بالضبط. نعم كابتن، يعني بما انه انت تحدثت على مستوى الاكاديميات او مستوى الاكاديميه في بغداد، لكن في عموم العراق اكاديميات كره القدم مفتوحه ومتواجده بكثره، هل هي لها سبب رئيسي برفض المنتخبات الوطنيه وايضا الانديه باللاعبين الجيدين والشباب؟ ممكن النادي يشوف لاعب او برعم او عمره جيد جدا وعده الموهبه، وبالتالي يسحبه للنادي ومن ثم يذهب الى المنتخب الوطني. شوف بالنسبه، احكي لك الصراحه، بالنسبه للاكاديميات كل واحد ياسس اكاديميه وكل واحد يجيب، انا هاي ما اؤمن بها، هذه دي يدور ماده، يعني مشاريع تجاريه اصبح، يقول لك جيب 100,000 اشتري لك فلان شيء وفلان شيء، الاب ينطش، ما ادري هو ينطي، فما منها يعني فشيء مجدي الا القليل، اكو موهوبين، صح اكو موهوبين، بس احنا نحاول نجذبه نغريه، احنا بالمدرسه نحاول نغريه، نسلمه تجهيز اول ما يجينا
ومثل ما يقول ندلله، وعندنا لاعبين يا ميمي وعلى عدنان وأمجد وليد وحسين علي وبشار رسن، وهو كثير كثير. والدوري كان بزمن الحرب، كان بهذه الشغلات الوقوف، احنا كنا نشتغل بملعب الفروسية، كان عمو يجيب له بلوكة ويقعد يباوع، ما توقفنا ابدا. الدوري توقف، المدرسة الكروية ما توقفت، وبقينا ولا يزال باقي. نعم. نعم زين. يعني الطفل عندكم يدخل عمره 12 سنة، الحد يا عمر يبقى موجود في مدرسة عمو بابا؟ احنا هسه عندنا الطفل من مواليد 2016 نازل، حتى نازل 16 15 14 13 12 11 الحد مواليد يعني 2011. زين هذا من يبقى 6 سنوات او 7 سنوات داخل الأكاديمية، بعدين وين يروح؟ هذا اللي احنا شوف، لانه انا لامس هذا الشيء. هسه عندنا 4 بنادي بلد الولي من المدرسه. نعم. هناك اسبانيا 4 لاعبين من نادي بلد الولي. احنا هذا من نستمر وياه 4 سنوات 5 سنوات راح ندزهم للانديه اللاعب الجيد. يعني اكو اتفاقات بينكم بين الانديه مثلا؟ طبعا ابو الزوراء يعني مشكور، كل فترة يجي علينا ياخذ لاعبين مثل مواليد 2000 شنو الأندية أبو الزوراء الأول، لو الشباب لو الرديف؟ لا لا لا، الفئات العمرية. الفئات العمرية احنا نسمع. نعم. اي لأنه أنت ما تقدر الرديف، الرديف بعد هو يبقى يمه، هذا الطفل يبقى يمه أبو الزوراء، هو لازم يصير تعاون. أنت هسه بابا، أنا كمدرب بالعالم كله أنا عندي فئة، هذا تخرج اللاعب راح للناشئين، راح للشباب، راح للوطني. بس انتم تعملون مع اللاعب لحد عمره 15 سنة، يعني مثلا إذا عندكم لاعب 2011 4 سنوات يبقى عندنا. 4 سنوات يبقى. وأنا هذا المهارات الأساسية وقسم من الخططي وقسم من التكتيك، وبعدين ينتقل المدرب. هسه كنت أحكي لك على المدرب اللي يوصل لاعب للمنتخب، هاي بالعالم. إلى هذا اللاعب من يسوي عقد، العقد ماله ياخذون منه حصه للمدرب الاول اللي اشرف عليه، والمدرب وبالناشئين وبالشباب ياخذون عقد يعطوها للمدربين من عقد اللاعب. اكيد احنا هنا ماكو هذا، ما عندنا شيء، بعدنا ما واصلين له، فاحنا نعاني هواي. وانا من خلال برنامجكم الجميل والجيد اناشد رئيس اللجنه الاولمبيه وكل اعضاء اللجنه الاولمبيه اللي هم بادره وسباقين رعايه مدرسه عمو بابا، أن يشوفونا حل للملعب مالنا. نعم الملعب، يعني ملعب عمو بابا اللي يمكن خلف ملعب الاتحاد. اي وما كان حتى هسه يوميا هذا التندر لكم، هذا الملعب لكم، وما كنت ان شاء الله رسالتك توصل وتنحل هذه المساله. لكن عندي سؤال لحضرتك، يعني نحكي على البطولات الاكاديميه والبراعم. اكو اكاديميات او بطولات صارت ما بين المدارس الاهليه الكرويه يعني والأكاديميات حتى تكشف على مواهب جديدة، وبالتالي انضمامها إلى مدرسة عمو بابا؟ إحنا العام كنا بأربيل، كان عندهم دورة دعونا، إحنا مواليد 2012 جينا المركز الأول، وكان أكو بطولة هم يمكن سوتها شو اسمه الأكاديميات، هم اشتركنا بها بعدين سحبنا، لأن تعرف الأكاديميات البرة أعمارهم تختلف. صحيح. هذا عمره 2009 يلعب ويا 2012 2010 ويا. يعني أهم شيء المردود المادي هم عندهم. هم عندهم المردود المادي. زين هاي الأكاديميات أثرت على الإقبال على مدرسة عمو بابا؟ لا ما تأثرت. ما أثرت. يعني بالنسبة ما حد يجي للمدرسة. يعني أنا أقصد مثلا أكو أهالي يقول لك أنا أوديه مثلا للأكاديمية الفلانية لأن عندهم اهتمام أكثر. ملعبهم اجمل، مكانهم، ارتباطهم حتى كاكاديميات عندنا هسه اليوم ترتبط بالخارج يعني بانديه عالميه. هاي صارت صح بهاي الفتره صارت، بس ردوا ورجعوا علينا. قال يعني واحد من الاباء سالنا ليش رجعته؟ قال شو اول ما جيت انا قالوا لي انطينا 125. ليش انطيكم 125؟ احنا بمدرسه عمو بابا ننطي المبلغ فقط مال المي. هسه اللجنه الاولمبيه انتبهت على هذا الشيء، قامت تنطي مبلغ يشترون لهم للاعبين ما يكفيهم. نعم.
يعني احنا ما عندنا شيء مستحيل، مستحيل كلمه بقاموس المجانين، ماكو شيء ما يصير اذا كان ملعب يوفروا لك اللجنه الاولمبيه. يعني شو معقوله ما توفر ملعب المدرسه عندها 300 طفل؟ 300 يعني طفل. وان شاء الله صوتك يوصل يعني للمعنيين، واكيد يعني هو تبقى مدرسه الراحل ابو بابا هي الرافد الحقيقي. والشيء اللي دائما احنا نقول كل شيء توقف الا مدرسه عمو بابا اللي باصعب الظروف استمرت وخرجت لاعبين. زين كابتن، كلمه اخيره حاب توجهها من خلال شاشه العراقيه الرياضيه. والله انا من خلال برنامجكم الجميل والشيق واللي اكثر الناس تتابعه اناشد اللجنه الاولمبيه كلها بدون استثناء، لانهم كلهم ناس دا يخدمون المدرسه. نعم. خدمه صحيحه. وعلى اعلى الهرم اناشد اللجنه الاولمبيه الاستاذ عقيل مفتين ان يشوف لنا ملعب نقدر نتمرن به، لانه الصبح احنا ما يفيدنا ويوم بالاسبوع ما تخدمنا، ما تطور اللاعب. صح. اللاعب ما تطوره، ممكن هذا يروح لغير اكاديميه ويجي يتمرن هنا، يروح لهناك ويجي هنا، يروح لهناك ويجي هنا، وهذا تعرف طفل عضلته ما مبنيه وابوه ما عنده معلومات عن الرياضه، فيكون عنده قلبه صغير، حوصلته صغيره. اكو مدربين انا اشوفه طفل هالقد يقول له اركض اركض، هو عضلته وينها؟ قلبه ايش قده؟ ايش يتحمل؟ صح. اي يعني اكيد يعني نشاهد احنا في اغلب الاكاديميات حتى هذا خصوصا الاهليه انه حتى الخبره قليله يعني موجوده عند المدربين. أكيد. المدرب خبرته قليله ما ينجح، مستحيل. اذا ما يتابع الطفل متابعه كامله ودقيقه ما ينجح ابدا. نعم. كابتن سعد صدام، مدرب في مدرسه عمو بابا، شكرا جزيلا لك ولانضمامك معنا في استوديو صباحكم رياضي. شكرا لكم ولمعد البرنامج ومقدم البرنامج والمخرج واللي خلف الكواليس، شكرا جزيلا لهم للاستضافه. شكرا جزيلا. شكرا لك كابتن يعني. يوسف الرحمن. نروح الى فقره تور اللي تتحدث على اهميه السباحه مع زميلتنا مريم. صباح الخير من العراقية الرياضية وبرنامج صباحكم رياضي، اليوم جولتنا نتحدث عن أهمية وفوائد السباحة، خليكم ويانا يا مشاهدينا. صباح النشاط كابتن. صباح الخير، هلا بيك. نتحدث عن فوائد الرياضه واهميتها. طبعا احنا تعرفين مثل ما نحكي اليوم نحكي عن المسبح، ورياضه السباحه كلش مفيده. اول شيء لان هسه احنا الجو حار والجسم دا يفقد هواي سوائل بالشمس، بس احنا بالمسبح لا شويه يعني الجسم يستعيد السوائل، صح يعني احنا ما نشربها بس انه يتنشط بالماء البارد، تكون عنده حركه ونشاط وشويه النحول مال الجسم ايضا يروح. المسبح تلاحظين اقبال هواي من قبل الشابات لان فتره الصيف حاليا احنا طبعا هواي عندنا اقبال، لان تدرين الجو حار يعني احسن مما يطلعون مطعم او اي مكان، يجون على الاقل هم يتونسون وهم يسبحون وهم يصير عندهم نشاط. شلون يتعلمون بسهوله لو صعب الموضوع؟ بقى حسب كل وحده وحسب لها يعني طريقتها بالتعليم، يعني اكو وحده اكو بنات من اول محاضره يلقطون، اكو بنات لا يحتاج لهم بعد اكثر، يعني اكو فروقات فرديه بيناتهم، بس اخر شيء احنا نهايه الدوره يعني الكل يتعلمون. بس اكيد اكو ناس تغرق. اكيد بس يعني مو هوايه، يعني اكثريتهم اللي هنا يجونا زبائننا قديمين واللي يعرفون يسبحون واللي يعرفون احنا عندنا حد، انه هذا الحد ما يعبروه لان يبدي العميق، فقليل عندنا الغرق هنا. ايضا حاليا فتره العطله الصيفيه فيكون اكو اقبال اكثر لانه المدارس معطله والكليات ايضا. اي طبعا هو مدارس وخاصه هسه الاطفال هواي اهاليهم دا يجون يعلموهم سباحه، حتى انه تدرين هسه اكو سفر برا خارج العراق واكو مسابح هواي انفتحت، من تروح الاهل يعني هم يعرفون يسبحون او الاطفال ما يعرفون يسبحون، او بالعكس الاطفال يعرفون يسبحون فالاهل ما يعرفون يجون يتعلمون. المدارس الأمريكية وعدة مدارس يقال أنه عادي يعني من هو ممكن سنة يتعلم أو أكثر، فإحنا عادة شوية إلا شوية يكبر إلا يسبح.
لا هو الأصح من عمر يعني 6 أشهر يبدون ينزلون المسبح، تروح منه خوفة المي، ومن يصير عمره سنة راح يبدي يتعود على المي، بعد ما تصير عنده هاي الخوفة وردة الفعل من هو أكبر وينزل يتعلم. أكو هواية بنات تخاف من المي، عندها فوبيا، شلون نتعامل بهيش الطريقة؟ هاي شوية تأدي بالتمرين، بس بعدين هي من تجي ويا المدرب الصح طبعا وشوية شوية راح تبدي تروح منها الخوفة. شنو أهمية السباحة؟ أهمية السباحة أول شيء تقوي عضلات الجسم ككل، اللي عنده فقرات والانزلاق وشي ويعني أي شيء بالجسم يخص أس أكثرية الأطباء مال المفاصل ينصحون بالمسبح، لأن أول شيء المي أنت من تنزلين بيه خف نصف وزن الجسم، وشيء ثاني إنه أنت من راح تسبحين يعني راح تكونين هيك مرتاحة والجسم هي العضلات كلها تتقوى. أهم قانون أو المبتدئين شنو بالسباحة؟ ما أخاف من المي، أصادق المي. كابتن حارة كلش، فأكيد نجي للمسبح. طبعاً هو إحنا حرارة الصيف مو طبيعية خاصة إحنا بالعراق، فوين نروح؟ أغلبنا نجي للمسبح. طبعاً كلش حارة بالمناسبة مشاهدينا، بس بالمناسبة اللي ما يعني ما يحب السباحة أو ما يحب أي نوع رياضة ما يبدع بي. طبعاً لأن أهم شيء إنه تحبين شيء حتى تبدعين به. وبالنسبة للرياضة هي كلش مفيدة، إن يعني خاصة لكبار العمر، لأن يعني تعرفين كنا يعني بالعراق ما عندنا رياضة للبنات، فأغلبهم يعني الأطباء يقولهم تعالوا سبحوا، ليش؟ يعني لأن مفاصلنا تعرفين الانزلاقات والسوفان، فالسباحة هي شوية تقوي عضلات الجسم بشكل كامل، فتدعم المفاصل فشوية يحسون إنه هم أحسن. ايضا كابتن ردت اسال انه المبتدئين موضوع سهل يكون عندهم او صعب كسباحه؟ هم اكو اطفال والكبار، تحديدا البنات الشابه الكبار. البنات الشابه انه اغلبهم يخافون المي بسبب انه صار حادث وياهم او غرق او شيء، فاذا انه هي شويه شويه تنزل المي وشويه واحد يكون وياها ويعني يحسسها بالامان، يعني الزمها أكون وياها دائماً شوية شوية لها هي حتتجاوب وتتعلم، لأن هي السباحة فطرية، يعني تعرفين الإنسان هو من داخل بطن أمه هو بالمي. أيضاً موضوع النفس ضروري بالسباحة. طبعاً أهم شيء إنه لازم يتعلموه هو النفس، لأن النفس بدون نفس ما تقدر تكمل مسافة قليلة، فلازم إنه تتقن النفس وراها يلا تتعلم سباحة. يعني أنا ما أقدر أتدرب بسهولة إلا كابتن؟ هي تتعلم بس مو التكنيك الصحيح، لان تعرفين انه التكنيك الغلط حيصير عندك مقاومه بالجسم وصعوبه تسبحين، فاذا علمتي تكنيك صحيح حتكون المقاومه اقل والسباحه اسهل. مشاهدينا وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، انتظرونا في مواضيع أخرى، إلى اللقاء. شكرا لزميلتنا مريم اللي عدتنا هذه الفقرة، فقرة أهمية السباحة. يعني أحمد السباحة من الأمور المهمة جدا في الرياضة، أيضا في عملية إنقاص الوزن، لأنها هي المسؤولة الوحيدة والمسؤول الوحيد لتحريك عضلات الجسم كلها، وبالتالي هي الرياضة الوحيدة اللي تتحرك بها كل عضلات الجسم. صعبة أحمد، صعبة صعبة، يعني تحتاج حتى عملية تنفس عالية، يجب أن تكون عندك 100% حتى تقدر تمارس هذه الرياضة.
وحتى لازم انت عندك نفس كلش طويل صح. يعني ممكن انت واحدة احنا نقولها بالعاميه الغطات من الغطات تطلع تطلع مسافه كلش طويله، بس هي هم تحتاج يعني صراحه تحتاج عمليه ممارسه مستمره حتى انت تكون على مستوى جاهز. وحتى لاعبين كبار تلقاه بنص المسابقه يلزم التشنج او فد مشكله صار عنده، اذا ما عنده لياقه كامله وما يجرى عمليه بالتالي يطلع التمارين السويديه بشكل كامل ممكن يشنج او يوقف عنده عصب. انا شفت لهم فيديو شلون يدربون يمرنوهم مو باحواض يعني السباحه الاعتياديه، يمرنوهم على الانهار الجاريه صح. ليش؟ او الانهار الجاريه الصناعيه حتى تكون عنده لياقه او سرعه او لياقه بدنيه عاليه جدا، قوه عضليه ممكن تكون عنده اكثر يعني بدري. هو يحتاج انه كل عضلات جسمه تكون نشطه ومرنه بنفس الوقت، عكس مثلا ابو كره القدم مثلا حتى من يسوي الاحماء يركز على مثلا الرجل اكثر ما يركز على الايد والصدر. لا هو هنا يركز على عضلات الجسم كله. ابو السله لا يركز على الايد والصدر اكثر ما يركز على الرجل، بالتالي تختلف الالعاب وتركيز التمارين الاحماء. لكن في رياضه السباحه هي الرياضه الوحيده اللي تحتاج كل عضلات جسمك تكون مهيئه بشكل تام، وحتى نسبه الدهون اللي مفروض الرياضي او السباح اللي يتناولها لازم تكون بفترات متباعده، وبنفس الوقت انه تكون بجزيئات متساويه، لازم انت لا تزيد فلان شيء ولا تنقص فلان شيء، انت الجسم يحتاجه. لا ما اعرف اسمع. نروح لمحافظة كركوك. حكينا كل شيء واخذ ما اعرف اسمع. اول دوره تدريبيه للركبي تقام في كركوك ويا زميلنا حسام كريم، نروح نشوف بعدها راجعين. أقام الاتحاد الفرعي للركبي في كركوك وبالتعاون مع الاتحاد العراقي أول دورة تدريبية وتحكيمية في مقر اللجنة الأولمبية فرع كركوك، وبمشاركة أكثر من 60 مشاركا ومن كلا الجنسين. استمرت الدورة على مدى يومين، تم التعريف خلالها على أهمية رياضة الركبي وأساسياتها وقوانينها، وجاءت هذه الخطوة كبداية لدورات أوسع على مستوى العراق ليشمل مستقبلا أغلب المحافظات العراقية. حقيقة اليوم هاي الدورة التدريبية والدورة التحكيمية اللي قامها الاتحاد الفرعي في محافظة كركوك بالتعاون مع اللجنة الأولمبية فرع كركوك والاتحاد المركزي للعبة الركبي، تأتي في طور إعداد المدربين وإعداد الحكام لهذه اللعبة. تعرف احنا اليوم إذا نريد نعد جيل أو مستقبل لازم نهيئ الأرضية المناسبة. أكو فد مخطط واضع الاتحاد لنشر هذه اللعبة في جميع أنحاء العراق. الاتحاد الفرعي أبدى امتنانه من الاتحاد العراقي لإقامة هذه الدورة، وأيضا مدى فخر الاتحاد الفرعي بأعداد المشاركين، وأكد على أنها ستكون أوسع في قادم الأيام، وأيضا ستكون هذه الخطوة الأولى لانتشار هذه الرياضة خصوصا في كركوك. هذه الدورة التطويرية التي قامها الاتحاد الرئيس الممثلية الأولمبية اعتبرها خطوة مهمة يعني صراحة في محافظتنا، خصوصا ان محافظتنا محافظة كركوك اعتقد هذه اول تجربة بها يعني لعبة الركبي. ان شاء الله احنا الاتحاد كاتحاد فرعي موجود في محافظة كركوك نعمل يعني بتخصيص ملعب لهم ونستفاد يعني الأندية تستفاد يعني هاي اللعبة الحديثة اللي اجت للعراق نحاول نستفاد منها ان شاء الله بقدر الامكان. اغلب المتواجدين هم طلاب كلية التربية الرياضية، الأمر الذي سهل للقائمين على الدورة أمورا عدة، ومطالبة وجهت للقائمين على رياضة الركبي بالاهتمام بهذه اللعبة. كان الإقبال جدا أنا خارج التصورات من العنصر الرجال والعنصر الإناث، وشجعنا أكثر وخلانا بعد بدنا نبقى وياهم، بأن الشخص جاي طموح ويحب يتعلم وحب اللعبة، فهذا هو أهم دافع عندنا بأن الشخص يكون طموح. بداية تأسيس اتحاد الركبي كان من خلال طلاب تربية رياضية جامعة بغداد، وأنا كنت أحد الطلبة من بداية التأسيس. فلما نجينا هنا للدورة وقالوا لنا هم طلاب تربية رياضية ذكرونا بنفسنا وبداياتنا بينما كانوا طلاب تربية رياضية. المشاركة كلش ممتازة، تقريبا بين 60 لاعب ولاعبة. المدربين كانوا كلش ممتازين، قدروا يوصلون الفكرة بطريقة كلش سلسة من خلال المحاضرات العملية والنظرية. نطالب احنا اليوم كلاعبين توفير أجهزة رياضية، توفير مدربين، والأندية أتمنى انه هي تحتضن اللاعبين والمدربين. لبرنامج صباحكم رياضي حسام كريم، كركوك.
طبعاً رجعنا لكم، شكرا لحسام كريم. الركبي من الرياضات العنيفه اللي دخلت لنا مؤخرا. اي والله تصير بها بوكسات. اي والله بوكسات وهذا يشمر على الخود وغيرها. اي ودفعه وتعال شيء فوقها ويشمر الكره على جهه ثانيه، هاي والله مشاكل والله. اي شوف من الرياضات اللي تنشط في دول امريكا الجنوبيه والشماليه، هم عندهم يمكن الرياضه الاولى قبل كره القدم. جمهورها عنيف على فكره، عندهم جمهور حتى يسموها كرة القدم الأمريكية. أنت تعرف الملعب مالتها العرض مالتها 69 سنتيم 69 متر 69. والارتفاع والطول 144 والجول 20 متر. ارتفاع 20 متر. الارتفاع ايش قد؟ الارتفاع كلش عالي يعني ما ادري بس يعلم. انت تخيل هو حاط الكرة هيك ويضربها وتصعد لي فوق، يقول له جول. ها شنو هالجول؟ جول بالسماء. جول بالسماء على قولة جماعتنا يصير بها عصفورة. طبعا هي من الألعاب اللي عندنا مشاركات خارجية بها يعني في الفترة الأخيرة، يمكن آخر 4 أو 5 سنوات. اتحاد الركبي عندنا نشاط، شاهدنا عندهم كثير من المشاركات الخارجية وإن لم نحقق إنجاز، لكن هذه المشاركات تحسب لاتحاد الركبي اللي بدأ يوسع قاعدة اللعبة. يعني الركبي قبل 4 سنوات مو مثل ركبي اليوم مثلا، شاهدنا في المحافظات قبل 4 سنوات يمكن كان العدد يقتصر على بغداد وعدد محدود يعني، لكن اليوم شاهد اكو انتشار واسع لهذه الرياضة. يلا هسه احنا وين نروح؟ نروح الفقرة اللي انا ما احبها اساسا، هي فقرة دايت. تحب هاي فقرة دايت لو ما تحبها؟ اي احب يعني، خصوصا اذا دايت تشريب لحم. انا يا متفقين، نروح نشوف هاي فقرة دايت بعدين راجعين. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مشاهدي قناة العراقية الرياضية، معكم اليوم الشيف كريم بفقرة الدايت. راح نقدم مع بعض وجبة صحية خاصة بالرياضيين، هي عبارة عن صدور الدجاج المشوية مع الكوسة والبندورة الكرزية والفاصوليا البيضاء. راح نبلش وصفتنا. نحتاج ل 150 جرام صدر دجاج، تمام، 50 جرام فاصولية بيضاء، معلقة من هريسة الفليفلة أو رب الفلفل، حبتين كوسة مقطعين، 100 جرام بندورة كرزية و50 جرام زيتون أخضر. رح نبلش على النار بمعلقة صغيرة من زيت الزيتون، مثل ما أنا شايفين، ولبين ما تحمى راح نخلي ببولة صغيرة قطع الدجاج. طبعا كل شخص بياخذ حاجته من الدجاج حسب البرنامج الغذائي اللي هو عم يمشي عليه. نحن اليوم حضرنا 150 جرام من صدور الدجاج، تقريبا بتحتوي هاي الكمية على حوالي 30 جرام بروتين. راح نضيف لهم شوية مي صغيرة حتى يتبلوا معنا بشكل جيد، رشة ملح صغيرة، رشة بابريكا لتعطي لون حلو، أيضا رشة فلفل أسود. راح نتبل صدور الدجاج مع رب الحر والمي بشكل جيد. نحن هون ما استعملنا الزيت لحتى نختصر سعرات حرارية ولحتى تكون الوجبة صحية أكثر. بعد ما تبلوا عنا صدور الدجاج كتير منيح مثل ما أنا شايفين، راح ننزلهم على النار بالمقلاية ونبلش نحمرهم. لكل جهة دقيقتين تقريبا. ببولة تانية على النار راح نخلي الفاصوليا البيضاء مثل ما قلنا 50 جرام. طبعا الفاصوليا البيضاء هي احد الحبوب الغنيه بالفيتامين بي 1 والبي 6
والبوتاسيوم. راح نخلي حبتين كوسة مقطعين مثل ما احنا شايفين، بالإضافة لكمية من البندورة الكرزية. البندورة الكرزية ما في داعي نقطعها، استواءها سهل وسريع، بالإضافة لكمية من الزيتون. الزيتون الأخضر بتركيبته تركيبته غذائية بامتياز، بيحتوي بالتركيبة على فيتامين إي، مصدر كتير يعني كتير قوي للفيتامين إي، بالإضافة للحديد والكالسيوم. أيضا الفاصوليا البيضاء هي مصدر جيد للبوتاسيوم، وعندنا مصدر جيد لمضادات الأكسدة واللي هو الكوسة. راح نخلط فيهم شوي حتى يمتزج الملح مع الكوسة وتطلع شوية مي من هون لبين ما يستوي الدجاج. الدجاج بلش ياخذ معنا لون حلو. طبعا هاي الحصة او هاي الوجبة بتحتوي تقريبا على 350 سعرة حرارية بعد ما تنتهي، بعد ما تنطبخ، بالإضافة ل 28 جرام من البروتين. نسبة الدسم فيها كتير قليلة لأنه نحن استعملنا نسبة خضروات أعلى. بالنسبة لصدور الدجاج هي أحد مصادر البروتين الأساسية والخالية تقريبا شبه خالية من الدهون. هلأ بعد ما استوى معنا الدجاج راح ننزل الخضرة كلها مثل ما هي فوق الدجاج. ننزل عليهم شوية مي صغيرة. ونضعف النار تحتهم. وراح نخلي عليهم الغطاء لمدة 20 دقيقة. أعزائي المشاهدين، بعد 20 دقيقة طبقنا صار جاهز للتقديم. راح نبلش نسكب طبقة من الخضروات بالصحن، وبعدها راح نخلي كمية الدجاج المطبوخة من فوق. بهذا الشكل وراها راح نخلي قطع الدجاج. ممكن إضافة الليمون عصرة بسيطة، وممكن تتزين ببعض أوراق البقدونس. وصحتين وألف. رجعنا لكم بعد فقرة الدايت. هي حلوة واحد يعني يقلل وزنه بيها، لكن والله يعني مسالفة إذا مو ثريدها الكبرى وبيادهن وأكلهن. لا احنا وزننا زين يعني، شوف احنا ما عندنا سمن أو فد شيء، بس يعني الأكل اللي مو بأوقاته. شوف أهلنا قبل هي وشوف صحيح هو خمسة أوقات يكون عندهم وزن يعني مو يتحرك أحمد. أي حركة بس يتحرك، هاي مسألة أساسية. والله يتحرك قلة الحركة خصوصا في فصل الصيف، اضافه لانه التوقيتات يعني يتريق مثلا الساعه 9
يتغدى ساعة واحدة يتعشى ساعة ثمانية. ما يتعشى ساعة. فأقصد إيه والله. وقضية النوم المبكر أيضا يعني هذه كلها أشياء أثرت على أجسامنا. أهلنا قبل كانوا ينامون بثمانية ويقعد بالخمسة الفجر. بالخمسة داموا بالأربعة الفجر. إحنا نقعد للخمسة الفجر. إحنا نقعد بالخمسة الفجر وننام للخمسة العصر. صحة وسلامة إن شاء الله ربي يكون كل متابعنا. راح نروح. خلي نروح لكابتن رياض اللي يتحدث عن فقرة الفنون القتالية اللي فكر اختناق وعدها راجعي. مرحبا أعزائي المشاهدين، فن قتالي جديد لهذا اليوم هابكيدو. الهابكيدو تعريفها إذا تقسمها على هاب كي دو، الكي هي الانرجي الطاقة، دو هي الطريقة، هاب هي طريقة كيف تسويها، تلفها بطريقة إنه تتحكم في الانرجي أو الطاقة. المعروف عن الهاب كي دو هي ما يسمى بالدفاع عن النفس. كل فن قتالي عنده صفة، ولكن صفة الهاب كي دو هو ما تعلمه للأشخاص لكي يدافع عن نفسهم خالصا، ما فيها كاتا، ما فيها فورمز، ما فيها أي أنواع من الركلات العالية. الهاب كي دو تدرس إلى رجال الشرطة للدفاع عن النفس وكيف تقتاد المجرم أو الشخص من وإلى السجن، من وإلى قلب الحدث. هذا الفن القتالي من كوريا، طبعا كانت يسموها كوريا بصورة عامة، ما في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. يتحكم بالمفاصل وكيف تعكس المفاصل بطريقة تتحكم بالشخص عن طريق الألم، وراح نشوف هذا الأشياء في هذا اليوم. إذا عندك أنت تحاول توقف شخصين من القتال بتشاحن بدون ما تسوي ضربة واحدة بيناتهم، توقف الشخصين، إذا الأبيض هو الصديق أو الأبيض هو المسالم، جد وقت متقدم بعد العركة ما بدت، توقف الشخص تلزم بإيد اليمين وتحط الرأس تحت الكوع. مرة ثانية راح تشوفها، الإيد اليمين تلزم الشخص، ادفع رأسه للأسفل، تلزم الكوع، ما تأثث، ممكن تدخل إيدك داخل القميص أو برا القميص، يا أما يعني الإبهام فوق أو الإبهام تحت، وتحطها مثل مقص على الخنقة. شوف المقص مرة ثانية بحركة الكوع. هذا بتكون جاي أنت من وقت يعني العركة بعدها مبادية، تلزم رأسه، تدفع إلى أسفل، تصعد إيدك فوق، تدخل إيدك داخل القميص وتدفع. أو إذا أنت جيت بوقت يعني جاي موقفهم، تلزم بإيد اليمين هي اليد المعاكسة، تدفع إلى أسفل، شوف الإيد تصعد مع الكوع إلى الأعلى، تنزلها، ما يأثر عليك ملازمة، تدفع بالكوع. أهم شيء تكون حركة المقص قريبة على بعض. لو القتال اجى وانت متاخر، يعني انت بعدك بدا القتال وقاعد تحاول تفاكك الاثنين، انسى الابيض هو المسالم، تدخل ايدك من الخلف، تسحبها للخلف، لما تدخل الخلف تدخل ايدك داخل منطقه الرقبه، تشوف الايد تدخل داخل القميص تسحبها، تدخل الايد الثانيه تحتها، تسوي مثل ورده وتسحبها باتجاه معاكس. مره اخرى الايد تنزل الابهام الى الخارج، تدخل الايد الاخرى تحت داخل القميص أو خارج القميص، ما يأثر، يا أما تحت أو فوق، تدخل جوا وتسحبها باتجاهين مختلفين. هذا لما تكون أنت جاي من وقت متأخر. لما هناك شخص واحد، مرة ثانية ضربات بس ما تريد تتعارك وياه، ما تصير ضربة بضربة، توقف الإيد، تحط إيدك اللي قريبة عليه دائرة دائرة وتلفها مثل إنشوطة عليك. مرة ثانية شوف الضربة تكون ضربة دائرية، توقفها، ممكن تضرب وأنت رايح عليه، تضرب بضربة كوع على الوجه وأنت صاعد فوق، تفر عليه، تلزم معصمك وتخلي خصرك ينزل إلى الأرض، تلزم قبضة إيدك الأخرى، شوفها بهالطريقة، تلزمها لإيدك وحاول تخلي خصرك داخل الشخص، ومو ترفع نفسك، لا تدفع ناحية خصر الآخر. لو الضربة كانت مستقيمة أو مثل دفعة عليك، ضربة مباشرة إلى الوجه اللي يسمى كروس، تبعد تخلي كتفك على ضلوع الخصم وتدفع خصمك إلى الوراء. اليد القريبة على الرقبة تقربها على الرقبة، مو بعيدة، لا مثل العظمة اللي عليك، اليد اللي وراك تصعد دي فوق. لو في طريقة من الطريقات قاعد تصير وقاعد يحاول يقاوم، انت دفعته، حطيت واحدة اثنين، قربت عليه، حاول هو يقاوم أكثر وأكثر، تعطي ضربات ركبة عليه، ركبة بأي مكان، ما يأثر بأي مكان، إلى الجسم، إلى تحت الحزام، تحاول تسوي ضربات مباشرة إليه. حتى لو شوفها بالضربة الأولانية، الضربة الدائرية، وأيضا إذا كان هناك مقاومة ووقفتها، نفس الشيء ممكن تسوي، يا أما بضربات ركبة أو بضربات بالحنج، يعني تخلي حنجك على ظهر الشخص وتنزل إلى الأسفل، ولو قاوم أكثر ممكن تصعد إلى أعلى بالحنج أو تكمله بالركبة، كلها بدون أي ضربة بوكس أو ضربة إلى الوجه. والله
راح نروح وياكم نذكر بحملاتنا اليوم. جريدة ومقال هي مسك ختام حلقتنا لهذا اليوم. اليوم برنامجنا مختلف. نذكر بحملاتنا، الحملة الأولى اللي هي حملة لا للمخدرات، وأيضا حملة مكافحة الفساد، وأيضا حملة مكافحة الابتزاز. إن شاء الله يا رب نلقاكم بالخير والسلامة في حلقة جديدة. في أمان الله. ختام أحمد من آخر اللقاء.